الاهلي الاقتصادي بيفقد نقطتين مهمين كانوا ممكن يفرقوا ايجابيا بشكل كبير جدا، خصوصا انك لسه دلوقتي في مرحلة الهدوء وداخل على الجد والتقيل، بعدين في ظل كمان ان الاهلي رسميا هيلعب في كاس العالم للاندية. تابعوني انا صاحب الكرة عشان نحلل النهاردة الشغل الهجومي اللي اعتمد عليه مارسيل كولر النهاردة. في بناء الهجمه للاهلي، الاهلي اعتمد على سلاح معين عنده، وفي نفس الوقت حاجه غريبه جدا في طريقه او تركيبه علي ماهر الدفاعيه. فريق فيوتشر كان بيدافع في حاله بناء الهجمه للاهلي ب 4 4 2 دايموند قبل طرد عمر كمال. ادي الثنائي الهجومي، وادي راس الدايموند اللي بيقفل على حمدي فتحي اللي بينزل دايما وبيساعد في بناء الهجمه، وادي الثنائي اللي فاتحين الملعب عشان يقفلوا على علي معلول والناحيه اللي هناك على اكرم توفيق، وادي قاعده الدايموند اللي بيحاول انه دايما يلم ورا الثلاثي اللي بيضغط من مناطق الاهلي. فده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيخلي في مساحه يمين وشمال غنام محمد. هنا غنام هتلاقيه رايح على عمرو السولية اللي بدا يهرب من مناطق التحضير ويخش شويه ويتسرسب لوسط ملعب فريق فيوتشر. الاهلي بيدور الكوره عشان يحاول يعمل لخبطه في تنظيم فريق فيوتشر، وهتلاحظ هنا عمرو السولية بدا يسحب غنام، بدا يطلع عليه عشان ياخد عين غنام محمد عشان يقدر الاهلي يطلع عن طريق قفشه. وقفشه مجرد ما الكوره جات له، غنام ساب مساحته مع عمرو السولية وراح يضغط عليه، فبقى عمرو السولية حر وفاضي تماما. عمرو السولية مجرد ما استلم في المساحه بدا يطلع عليه سعد سمير، ساب مساحته كقلب دفاع في قلب الملعب وطلع عشان يقفل على السولية. السولية لو هنا محضر نفسه ان الكره جايه له يفتح في المساحه هنا لمحمد شريف، ممكن يوصل محمد شريف انفراد في مساحه كبيره. هتلاحظ نفس الكلام تاني، ادي الثنائي واحد قدام وهنا التاني، وادي الرباعي الدايموند. الكره طويله اللي بتتلعب، قفشه بيستلم في ظهر غنام محمد تاني، وعمر السولية بيبدا يتسرسب عشان يتحرك عشان يبقى على نفس الخط العرضي مع قفشه، الاثنين يبقوا متمركزين في المركز رقم 10. كمل وتابع بقى الافكار الهجوميه، هتلاقي ان دايما في محور اللعب هو وعمر السولية اللي بيساند في الحاله الهجوميه. عمر السولية اهو بص معايا، مجرد ما قفشه يستلم هتلاقي هنا ان عمر كمال عبد الواحد عشان قفشه سرق المساحه في ظهر غنام، مفيش حد بيكمل، عمر كمال عبد الواحد هو اللي ساب مساحته من هنا وطلع عشان يقفل على قفشه. فبص المنظر ده، هتلاقي شادي حسين وعلي معلول في مساحه كبيره جدا يقدروا يستلموا. علي معلول بيستلم الكوره، نتيجه ان الاهلي بيعتمد على المنطقه اللي في ظهر غنام محمد او على يمين وشمال غنام عشان يقدر يهاجم فريق فيوتشر. سيب الملعب كله وركز في قفشه. قفشه لما طلع هنا بدا يطلع عليه غنام، فحصل ايه؟ حسين الشحات من وينج يمين اتسرسب ودخل في قلب الملعب عشان يقدر الاهلي يطلع عليه ويضرب المساحه. وبص معايا، هتلاقي شادي حسين بيضم في القلب ومحمد شريف بيضم برده في قلب الملعب كمهاجم صريح كده كده، بيحاول ان هم يفركشوا عمق الملعب. الشحات يلف، عنده مساحه كبيره انه يخترق او انه يسدد بدون اي زحمه وبدون كثافه دفاعيه. لاحظ معايا في كره الجول، هتلاقي دايما التحرك دايما سواء من قفشه او من عمرو السولية في ظهر وسط ملعب فريق فيوتشر. هتلاقي هنا محمد شريف استلم الكوره، سحب معاه المدافع، بص المساحه الكبيره اللي في قلب الملعب ما بين باسم وما بين سعد، بيخترقها هنا عمرو السولية. استلم عمرو السولية، نزل معاه غنام، بص هنا المساحه اللي ما بين خط الدفاع وخط الظهر، لعبها لشادي حسين في المساحه دي، مفيش حد بيضغط عليه، المدافع في ظهره مش قادر يضغط عليه عشان خايف من ضربات الجزاء. وبص حسين الشحات هنا حر تماما وفاضي، تجي له الكوره ويسدد جول في الدقيقه 31. كابتن علي ماهر في الشوط الثاني عمل تغيير تكتيكي بانه نزل مهند لاشين عشان يقفل المشكله دي، يبقى عندك غنام ومهند لاشين ارتكازين وسط ملعب، فتقدر تغطي المساحه اللي في البوكت. لكن مع وجود لعيبه عندها نضج تكتيكي يقدروا يخلقوا لك الموقف اللي انت عايزه. هفشه هنا بينزل، سحب معاه مهند لاشين، نزل لتحت وقفشه محور الاهلي اللي بيلعب في المساحه بين الخطوط او في البوكت. لا، انا هسحب مهند لاشين عشان يفضي لي مساحه في البوكت. وبص النضج التكتيكي اللي عند علي معلول، من كونه باك شمال ضم في قلب الملعب عشان هنا حمدي فتحي يضرب ويكسر الخطوط بباص لعلي معلول الموجود بين الخطوط عشان يبدا الاهلي يتحرك بوشه. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.